الوطنية وتقديم إعادة التعليم العالي والعلمي بتاريخ 19/12/2018 ناقشت طالبة إكرام الحرير مزدادة بتاريخ 18/2/1993 بإيجار غواص التقليد الدريوش والمسجلة بمسلك سلك الماستر متخصص قلم العقاري والتنمية تتعادل 2017 رسالة لنيل دبلومي الماستر المتخصص في قانون العقاري والتعمير لكلية متعدد التخصصات في نهضة جامعة محمد أول في موضوع تطهير الملك الخاص للدولة بين النص القانوني والعمل القضائي حتى إشراف الدكتور أحمد الخطاب أستاذ لكلية متعدد التخصصات في نهضة وشكلت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد الخطاب أستاذ لكلية متعدد التخصصات في نهضة مشرفا ورئيسا الدكتورة عزيزة الغداني أستاذ الكلية متعددة التخصصات بالناظور والواقع الدكتور يوسف عنطار أستاذ التعليم العالي بكلية متعددة التخصصات بالناظور والواقع الدكتور أحمد أحيدا أستاذ زائر بكلية متعددة التخصصات بالناظور والواقع وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب نقطة 17/20